بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا وسهلا بكم أيها الأحباب إلى هذا المجلس الممتد والمتواصل والمتتابع، والذي نبنيه على ما فات من مجالسنا ونمهد به لمجالس تقدم بإذن الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه وجوده، وكل ذلك حول صحيح أبي عبد الله البخاري. فنحن نجلس هنا أيها الأحباب فنلتف حول سنة حبيبنا المصطفى، نلتف حول سننه وأيامه وآدابه وأخلاقه، فنحن في صحبة رسول الله. فقد قال أهل العلم أهل الحديث هم أصحاب النبي، أهل الحديث هم أصحاب النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فما هذه الكلمات إلا أنفاس الحبيب عليه الصلاة والسلام، الذي كما هو في شريف علم حضراتكم لا ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما زلنا ننتقل من باب إلى باب ومن حديث إلى آخر، حتى كنا سويا وما زلنا في كتاب العلم، وليس أشرف من العلم شيئا. قال الله: وقل رب زدني علما. أما العلم فهو الشرف الذي ما بعده شرف، ولقد قال أهل العلم: إن للعلم لذة لا يعرفها إلا من عاشها وذاقها. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين به سبحانه وتعالى. في كتاب العلم في الحقيقة أبواب تليها أبواب. في المرة الماضية انتهينا من باب لطيف جدا من أبواب كتاب العلم، اسمه باب العظة العلم والعظة فين؟ بالليل. وكان موقف عشنا معه زهاء درسين متتاليين، لحظة من لحظات الحبيب المصطفى في ليلة من لياليه في بيت أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأنا أذكر أن هذا الموقف النبوي في بيت أمنا أم سلمة استنبطنا منه في الدرس الماضي 10 فوائد، وقلنا إنها الفوائد التي يأخذها الإنسان فيعيش بها ويستن بها، مطبقا إياها مقتديا فيها وبها بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب العلم والعظة بالليل هو الذي انتهينا منه في الدرس الماضي مباشرة. هذا يعني أننا سنفتتح سويا الليلة بابا جديدا. تعالوا لنطرق هذا الباب الجديد، فإنه باب نجد خلفه رسول الله. صحيح ولا إيه؟ أما نخبط على الباب ده وندخل نلاقي مين؟ نلاقي حضرة النبي على طول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد أبهرنا وما زال يبهرنا الإمام البخاري، كلما جاء بباب وراء باب وجدنا بين البابين مناسبة. أحسنت، كما بين السورتين من القرآن مناسبة. هذا لا يعني أن صحيح البخاري مثل القرآن، لا يقول بهذا عاقل، لا يقول بهذا عاقل، وإنما ما في البخاري صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أصح الكتب بعد القرآن الكريم. أصح الكتب إيش؟ بعد القرآن الكريم. فليس في الدنيا كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد إيه؟ بعد القرآن الكريم. الباب الذي سنطرقه سويا في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم بما فيه من العلم، فما زلنا في باب الإيش؟ في باب العلم. الباب اللي حنطرقه النهاردة يا أحبابي سماه البخاري رحمه الله تعالى باب السمر بالعلم. باب الإيش؟ السمر في العلم، ليس بالعلم، السمر في الإيه؟ في العلم. السمر في العلم. ثم يحكي موقف من مواقف الحبيب عليه الصلاة والسلام، حدث لرسول الله أو حدث به رسول الله قبل وفاته بشهر واحد. فالرواية التي معنا يا أحبابي رواية عبد الله بن عمر، لم ينص فيها عبد الله بن عمر إلا أن قال في آخر حياته، هكذا جاء كما سأقرأها لكم الليلة. عبد الله بن عمر يقول ماذا؟ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة في آخر حياته. في ماذا؟ في آخر حياته. لا ندري في آخر حياته يعني كم بقي من عمره الشريف، لا ندري، إلا أننا وجدنا نفس الحديث برواية جابر بن عبد الله، يقول فيها جابر بن عبد الله رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله العشاء الآخرة قبل وفاته بشهر. قبل وفاته بقد إيه؟ ب36 يوم. قبل وفاة النبي بشهر حدث هذا الكلام الذي سنقرأه الليلة.
قبل وفاته بقد ايه؟ بشهر واحد. الباب الذي معنا اسمه باب ماذا؟ باب السمري في العلم. هذا الموقف الذي حدث به وتكلم فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بقد ايه؟ شهر كامل، وهو من رواية من؟ عبد الله بن عمر. سنتناوله من خلال 5 نقاط. عايز بس حضرتك كده يعني لا تستعجل، وصل على حبيبك المصطفى، وتعالوا أيها الأحباب ننفق العمر والوقت في صحبة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وليس بعد هذه الصحبة من صحبة، فهي أشرف صحبة إذ يصحب الإنسان فيها كما ذكرنا أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده يا جماعة تحت عنوان باب السمر فين؟ في العلم. ونسيت أن أقول هو الحديث رقم 116. 116 من أحاديث صحيح الإيه؟ صحيح البخاري. طب صحيح البخاري كله كم حديث؟ 116 من أصل كم حديث؟ من أصل 4000 حديث. صحيح البخاري كله كم حديث يا أخوانا؟ 4000. إحنا خلصنا منه قد إيه؟ لسه 116 ما خلصناش، 115. ها؟ إذن بقية 4000 إن شاء الله ننتهي منها سريعا إن شاء الله. طب اسمع المفاجأة، قال الإمام البخاري رضي الله عنه، مع أنه كتب في الصحيح في الجامع كم حديث؟ 4000، ماشي 4100 ونيف، يعني 4000 تقريبا. قال البخاري، لا ليس في باب العلم فقط، 4000 في الصحيح كله من أوله إلى آخره، بالمكرر 7000، بغير المكرر 4000. حتى قال البخاري رحمه الله تعالى، هذه مفاجأة في الحقيقة، أنا كنت أقرأ اليوم مع الطلاب فقرأت هذه العبارة على لسان الإمام البخاري، في الحقيقة زهلت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أحفظ 100000 حديث صحيحة. تخيل يا رجل، إيه المومري اللي عند البخاري؟ المومري يعني الذاكرة، صح يا دكتور؟ مومري دي مظبوطة؟ مومري، إيه المومري اللي عند البخاري دي اللي يحفظ كم؟ 100000، ومش 100000 حديث بالنص، لا، بالنص والسند، عن 100000 حديث صحيحة. أنت استغربت قوي صح؟ خد يا مولانا واستعجب أكثر. قال أحفظ 100000 حديث صحيحة و200000 حديث ليست صحيحة. يعني عارف إن هما مش إيه؟ يبقى مجموع ما كان يحفظ في الذاكرة البخاري، مجموع ما كان يحفظ في الذاكرة كم حديث؟ 100000 طلع بره. بل أنا قلت ده كله دول 100000، أنت بتغيظني يعني ولا إيه؟ بيحفظ قد إيه يا إخوانا؟ 300000، مش 300، لا 300000، 300000 حديث كان يحفظها البخاري عن ظهر قلب. تخيل لما يبقى حافظ 100000 حديث صحيحة وينتقي منها 4000 بس، يبقى اللي نقاهم من 100000 يطلعوا ايه؟ خلاصة الخلاصة، زبدة الزبد، صحيح الصحيح، صح ولا لا؟ لما يبقى عندي 100000 حديث صحيح ونقي منها كم؟ 4000 بس، يبقى نقى ايه هو رضي الله عنه؟ يعني الخلاصة، يعني يا عزنا يا فرحنا يا فخرنا بصحيح البخاري، ده اللي انا اقدر اقول لحضراتكم، يا عزنا يا فخرنا يا فرحنا بمين؟ بصحيح البخاري. فكل حديث هنا نطق به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ما توحدوا الله كده، يعني احنا دلوقتي في صحيح البخاري وصلنا عند الحديث رقم كام؟ 116، من اصل كم حديث بدون المكرر؟ 4000. ال 116 ده وضعه البخاري تحت باب اسمه ايه؟ باب السمري في العلم. هذا الحديث حدث به رسول الله، يروي عبد الله بن عمر قبل وفاة رسول الله بقد ايه؟ بشهر كامل. انا اريد ان افهم هذا الموقف، وسنفرد هذا الدرس كله لهذا الحديث، ولكن أسأل الله ألا يعني يضيع منا الوقت قبل أن نذكر كل ما نريد أن نذكر حوله. جيد يا أخوانا؟ جيد ولا أنتوا مش معايا ولا إيه؟ طب ما توحدوا الله كده. يا أيها الأحباب، إنا متناولون هذا الحديث من خلال 5 نقاط، كما نفعل كل مرة، نحدد الإيش؟ النقاط، ثم نشرح كل نقطة أو نذكر الكلام الذي تحت كل عنوان، فيجتمع الدرس كله بإذن الله. أما النقطة الأولى فكما اعتدنا إذا ما انتقلنا من باب إلى باب نتكلم عن حاجة ثابتة، بقت ثابتة، اسمها إيه؟ إيه مناسبة باب العلم والعظة بابه إيه؟ اللي فات بابه الإيه؟ لا لا اللي فات، باب العلم والعظة بالليل. إيه العلاقة ما بين الكلمة دي وبين كلمة باب السمري في العلم؟ ايه العلاقه يعني؟ وحدوا الله يا اخواني، دي النقطه الاولانيه، صلوا على الحبيب كمان. النقطه الاولانيه المناسبه. النقطه الثانيه فكره جديده لم نطرقها من قبل،
اكتب عنوانها يا أبا يحيى عندك في كراستك: يا أيها الأحباب، الفارق بين الدلائل والمعجزات. الله الله الله، ده احنا النهارده رايحين على حضرة النبي، وش ملناش غيره صلى الله عليه وسلم. الفارق بين الدلائل والمعجزات، ايه الكلام ده؟ هقول لك وهفصلها لك بالراحة كده. هقول تاني انا: الفارق بين ايه وايه؟ دلائل والمعجزات. حاكم في حاجة اسمها معجزات سيدنا رسول الله، صح؟ جمعها الإمام السيوطي في مجلدين سماها المعجزة الكبرى، صح ولا ايه؟ وفي كتاب جمعه الإمام البيهقي وغير البيهقي في الحقيقة، مجموعة من الكتب، سماه البيهقي دلائل النبوة. فما الفارق بين معجزات النبي ودلائل النبوة؟ ايه الكلام العجيب ده؟ ما هو البخاري بيعمل فينا ايه؟ بيخلينا نعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النقطة الأولانية ايه يا اخوانا؟ المناسبة. النقطة الثانية: الفارق بين المعجزات والدلائل. وهذا كلام من شأنه أن يرفع ثقافة المسلم المعاصر حول الحبيب المصطفى، وده قصد من مقاصدنا في قراءتنا صحيح البخاري، إن احنا نعرف حاجات ما كناش ايه يعني ما كناش أخدين بالنا منها أو واخد بال حضرتك. ما دمنا سنفرق بين الدلائل والمعجزات، يبقى هنروح على النقطة الثالثة على طول. ايه بقى النقطة الثالثة؟ نماذج من دلائل النبوة. يا نهار ابيض، انا هقعد احكي لك دلائل النبوة زي ايه وزي ايه وزي ايه؟ اصل المعجزات حضراتكم عارفينها، ويمكن المسلمين والشباب معظم الناس عارف المعجزات، لكن الناس قد لا تعرف ما معنى ايه، ما معنى ايه دلائل النبوة. انا يا جماعة يعني جهزت في رأسي مجموعة من الدلائل، فان تسع الوقت اذكر لكم اكثر مما يعني مما هو موجود ومحضر، انما باذن الله ساذكر لكم الليلة نماذج من دلائل الايه النبوة، عشان على طول وانت قاعد تقول اللهم صل على الحبيب، نبينا 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 صلى الله عليه وسلم. كلما احكي لك دليلا من دلائل النبوة اللهم صل على الحبيب، فماذا يحدث؟ على اقل تقدير ترتفع نسبة الحب في القلب لسيد الخلق، وكلما ارتفعت نسبة الحب في القلب كلما زاد إيمان العبد، فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام. كده كم نقطة يا سيادنا؟ أنتم معايا ولا تعبتوا ولا إيه؟ ده ما قلتش حاجة، أنا بقول لك هنتكلم عن إيه بس مش أكتر. واحد، المناسبة. نمبر تو يا عم مصطفى، إيه الفرق؟ صحيح صحيح والله، إيه الفرق ما بين الدلائل والمعجزات؟ طيب النقطة الثالثة، نماذج من الإيه؟ من الدلائل. هحكي لك بقى دلائل في القرآن ودلائل في السنة ودلائل حتى لغاية النهاردة، لغاية النهاردة في دلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وهحكي لحضرتك بعض النماذج. النقطة رقم 4: وجه الدلالة في الحديث الذي معنا. ما هو إيه اللي هيخلينا نتكلم عن دلائل النبوة؟ أصل الحديث اللي معنا ده نموذج من نماذج دلائل النبوة. النهاردة احنا معايا يا أخوانا دلائل النبوة. إن وجه الدلالة في الحديث الذي معنا، اللي هو الحديث رقم كام؟ 116، اللي البخاري حطه تحت عنوان إيه؟ باب السمر في العلم، وهو من كتاب الإيه؟ العلم، وهو من رواية مين؟ عبد الله بن عمر. طبعا ولن أتكلم عن عبد الله بن عمر، فقد تكلمنا عنه قبل ذلك وعشنا معه ومع بعض من مواقفه مع سيدنا رسول الله قبل ذلك، ولن نكرر، إنما سنستمر في القصة إلى أن يشاء الله. إذن كم نقطة إلى هذه الأربعة؟ المناسبة، الفارق بين الدلائل والمعجزات، نماذج من دلائل النبوة، وجه الدلالة في الحديث رقم 116 في صحيح البخاري، والنقطة الأخيرة الرسالة من الحديث. يعني ما هو ما ينفعش احنا نقرأ الحديث ونتعلم عنه كل ده ونبقاش عارفين هي ايه الرسالة اللي من وراء الحديث، وليه النبي بيقول كده، هو ليه حضرة النبي بيقول كده، وليه عبد الله بن عمر يحفظ، وليه عبد الله بن عمر يعلم اللي بعده واللي بعده يعلم اللي بعده لغاية لما البخاري يكتبها في الكتاب، هو بيعمل كده ليه؟ أيقول هذا عبثا أم من ورائه رسالة؟ من وراء رسالة ولا بيضيع وقته خلاص؟ لابد أن يكون هناك رسائل يرسلها صلى الله عليه وسلم لأمته من خلال هذا الموقف الذي تسمعه. صليتوا على النبي. يعني آخر نقطة هنقولها هي إيه؟ المسج. اسمها إيه يا عم باشمهندس؟ المسج، إذا صح يعني النطق، يعني الرسالة. يعني لازم أنا مروح كده يبقى بتطن في أذني ماذا وراء هذا الحديث، ماذا وراء هذا الحديث، إيه هي الرسالة اللي وراء الحديث ده؟ صليتوا على الحبيب. إذن الآن سنبدأ في تفصيل كم نقطة؟
الخمسة، أو قبل أن نبدأ في تفصيل النقاط الخمسة بعد أن ذكرتها لحضراتكم، انظروا إلى الرواية التي معنا لتروا إلى أي مدى الرواية منطبقة مع العناوين الفرعية التي ذكرتها لحضراتكم. ما تسمعوني صلى على المصطفى كده، تعالوا نقول يا جماعة بالإسناد المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه إلى أن قال: باب السمر في العلم. قال البخاري يعني: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث. من الليث؟ الليث. من الليث؟ الليث بن سعد، تعرفونه؟ ده مصري شرقاوي، ده رضي الله عنه كان أعلم أهل زمانه، كان أعلم، وكان صديقا للإمام مالك ابن أنس، كان في زمانه، وقالوا الليث أفقه من مالك. الليث إيه؟ أفقه من مالك، لكن مالك له مذهب والليث له مذهب ولا ملوش؟ ملوش مذهب، لا ملوش مذهب، يعني ليس من المذاهب الأربعة. قالوا الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. مالك أصحابه من أي بلد؟ مالك كان عايش فين؟ في المدينة، يعني أصحابه حجازيون صح؟ طيب والليث كان عايش فين؟ مصريين. يبقى أصحاب الليث منين؟ عشان كده الطلبة المصريين يضيعوا أي شيخ، يقعد يهاتي عمره كله، حد يستفيد ولا يكتب ولا يدون علم الشيخ؟ لا، كل سنة طيب، ما دام بنستمتع به الله ينور عليه. كان في واحد شيخ عندنا الله يرحمه توفي بالمناسبة يعني، وكان حاجة عظيمة جدا، يقف على المنبر يتكلم ببساطة كده والناس العامة تبقى مبسوطة به جدا، رحمة الله عليه، وكنت شديد التأثر به رحمة الله عليه. فجاله واحد مرة، اسمع بس اللقطة دي، قال واحد مرة بعد خطبة الجمعة قال له: الله يا مولانا، الله والله العظيم أنا النهاردة كيفت منك. أنا النهاردة إيه؟ قال له: ليه، هو أنا حجر معسل ولا إيه؟ الله يرحمه، والله قال له كيف. طب وبعد ما كيفت أتكيفت ومشيت، ها حد عملت حاجة؟ ما عملتش حاجة. يبقى المصريين بيعملوا إيه في شيخهم؟ هكذا الليث رضي الله، اللهم تب علينا وسامحنا يا رب. قال: عن من يا مشايخ؟ قال: حدثني الليث، وقال حدثني ها عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر عن سليمان ابن أبي حثمة عن عبد الله بن عمر. يبقى من الصحابي عبد الله بن عمر. بيقول إيه بقى سيدنا عبد الله بن عمر؟ قال عبد الله بن عمر: قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته. في آخر حياته في رواية عبد الله بن عمر، في رواية جابر قبل شهر من وفاته، في آخر حياته قبل شهر من وفاته، قال في آخر حياته. فلما سلم، خلص الصلاة وسلم، عمل إيه؟ فلما سلم قام عليه الصلاة والسلام. مين اللي بيوصف المشهد؟ عبد الله بن عمر. قال فلما سلم قام فقال، قام فقال، يبقى بيتكلم درس بعد الإيه؟ بعد الإيه الدرس ده؟ بس بص درس سيدنا النبي لا ساعة ولا ساعة وربع، ده لقطة كده بس، دقيقة واحدة ولا دقيقتين. ليه؟ لأن الله أعطاه جوامع الكلم والذين يسمعونه هم أصحابه صلى الله عليه وسلم. عايزين كلام كتير ولا عايزين كلمة ورد غطاها؟ مش عايزين كلام كتير، دور الصحابة. قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، عارفين الليلة اللي احنا فيها دلوقتي ديت، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها، يعني عد من النهاردة لغاية كم سنة؟ 100 سنة. اسمع تاني، قال أرأيتكم ها ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. لا يبقى إيه؟ لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ها؟ كل الجيل ده هينقرض، كله، كل من كان حيا في الليلة التي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هيحصل له إيه بعد 100 سنة؟ فإنك لن تجد حيا على ظهر الأرض بعد 100 عام من عد من قبل وفاته بشهر، يعني سنة كم من الهجرة؟ 10 من الهجرة، قبل وفاته بشهر، يعني 110. أي حد كان عايش في الليلة ديت كله حصل له إيه؟ وده حصل ولا لا؟ هنعرف بقى التفصيل بقى. شوف القصة دي يا جماعة تعد من دلائل الإيه؟ عشان كده أنا هتكلم عن إيه بعد شوية؟ عن دلائل النبوة. خدت بال حضراتكم من الموقف؟ سيدنا النبي قبل وفاته بعشر إيه؟ لا مش بعشر ولا حاجة، بكام؟ بشهر واحد كما في رواية جابر. قام بعد صلاة العشاء فقال السلام عليكم يا أخواننا، أنتم كويسين؟ إحنا كويسين يا سيدنا النبي. قال أرأيتكم ليلتكم هذه
حد سأله؟ ردوا عليه يا اخوانا. ما حدش سأله لوحده كده، راح قال لهم عارفين الليلة اللي احنا فيها ديت؟ طبعا الصحابة قعدوا يحسبوا احنا في الليلة رقم كام، احنا في شهر كام، احنا في سنة ايه، طلعت الليلة دي قبل وفاته بقد ايه؟ بثلاثين يوم. قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى، فإن على رأس مئة سنة منها، على رأس كم؟ مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا هو الموقف، وأريد أن أتناوله من النقاط الخمسة. أول حاجة المناسبة. الحديث اللي فات كان بيتكلم، الباب اللي فات بيقول إيه؟ باب العلم والعظة فين؟ طب أيوة يا جماعة، واضح جدا إنه في مناسبة عظيمة جدا. إيه المناسبة؟ أصله الثمر في العلم، الثمر في العلم معناه التحدث في العلم ليلا. ثمر يثمر يعني تكلم بعد العشاء. تعالى نثمر، نثمر يعني ناخد وندي مع في مجلس ثمر، في مجلس ايه؟ ثمر. يبقى إذن ثمر في العلم يعني معناه بالليل ولا بالنهار؟ مش ده بالضبط زي ما قال باب العلم والعظة بالليل؟ أو العلم والعظة بالليل كانت في جوف الليل. الثمر بالعلم يعني الكلام في العلم في أول الايه؟ في أول الليل. الآن نحن ماذا نفعل في نور الإسلام وإحنا بنقرأ صحيح البخاري؟ نحن الآن في الثمر بالليل، ألسنا ما دام المغرب أذن يبقى دخلنا في الايه؟ في الليل. قاعدين بنعمل ايه دلوقتي؟ نثمر. الثمر معناه التحدث ايه؟ ليلا، حتى قيل مجالس الثمر، مجالس الايه؟ الثمر. كده واضح المناسبه، ولكن في مناسبه ثانيه، العلم والعظه. العلم والايه؟ ده الباب اللي فات صح؟ ربما العظه احيانا sometimes، احيانا يعني، احيانا sometimes يعني يا عم مصطفى؟ يعني برضو عشان اوريك ان انا بعرف كلمتين انجليزي يا دكتور، مش انتوا بس بتوع الانجليزي يعني؟ احيانا. ها؟ شكرا يا عم، شكرا. شوف حضرتك قال له ايه؟ كنت بقول ايه؟ احيانا، احيانا العظة تكون ثقيلة على القلب، صح ولا انا مش واخد بالي؟ تعالى اعظك فان وعظتني الا ان تكون مهاب الجانب في قلبي فاطيق وعظك لي، اسمع كلامك. ها؟ العظة احيانا تكون ثقيلة على القلب لان الموعظة مباشرة. أيقظوا صواحب الحجر، ده كلام مباشر ولا لا؟ أنت نايم ليه؟ أنت نايمة ليه؟ ربع كاسية في الدنيا إيه؟ عارية في الآخرة. الله الله، ده عظة، ولكن العظة بتبقى إيه على القلب؟ تقيلة شوية على القلب. فعم البخاري قال لك نحن لا نقصد إلا نشر العلم، فإن كانت العظة ثقيلة فاجعلوه ثمر. الثمر بيبقى فيه مودة ومحبة وهات وخد ومش عارف ايه. عشان كده حضرة النبي او البخاري جاب الحديث ده، قال ايه؟ أرأيتكم ليلتكم هذه، انتوا اخدين بالكم يا جماعة من الليلة اللي احنا عايشين فيها النهاردة، هذا فيه عظة مباشرة ولا فيه ثمر من ورائه رسالة؟ ثمر من ورائه ايه؟ لكن ايه هي الرسالة دي؟ اخر حاجة هقولها ان شاء الله، بس هنقولها بإذن الله. في رسالة ولا مفيش؟ طيب، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رسالة مباشرة ولا رسالة غير مباشرة؟ رسالة مباشرة. وأحيانا الرسالة المباشرة بتبقى إيه يا أخوانا؟ ثقيلة على القلب، أنت تبقى ثقيلة على القلب، لا تأمرني، لا تنهاني كذا. لكن إذا كانت الرسالة غير إيه؟ غير مباشرة، يبقى من باب الإيه يا جماعة؟ من باب الثمر. نبقى بعدين كده تيجي نعمل مسابقة، مين أول واحد قال لسيدنا النبي السلام عليكم؟ فيقوم الناس مخاطب نشط كده ومش عارف ايه، مين يا جماعه اللي بيتقال عنه من الصحابه صاحب سر رسول الله؟ فلان الفلان. طب مين اللي بيتقال عنه صاحب القران؟ طب فلان الفلان. طب بنعمل احنا دلوقتي ثمر. الثمر يكون ثقيل على القلب ولا فيه من الاخذ والرد والكلام الطيب؟ ليس ثقيلا على القلب. فالبخاري راح عامل ايه؟ ان كان العظه بالعلم ليلا ثقيله على القلب، المهم عندنا ان ينتشر فاجعلوه ايه؟ ثمر. فراح جاب باب الثمر في الايه؟ ايوه، الكلام في العلم بعد الايه؟ بعد العشاء. وده اللي حصل. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ صلى بنا الايه سيدنا النبي العشاء، ثم قام، قام فقال ارايتكم، انتوا اخدين بالكم يا جماعه ولا ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ ده ثمر، ده ما هوش موعظه مباشره ولا لا، ولكن هذا الثمر فيه رساله محمديه للامه ولا ما فيهوش؟ ما تصلوا على الحبيب. تعالوا نعرف ايه الرسالة
وإيه الموضوع وإيه الحكاية بعد أن عرفنا المناسبة. إن كانت العظة ثقيلة فلا بد أن ينتشر العلم ولو كان ثمرا. بس الرسالة واضحة هي ولا مش واخد بالك؟ يعني العلاقة واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة جدا. النقطة الثانية بقى من الخمس نقاط عشان على طول، الفارق بين الدلائل والمعجزات. صلوا على الحبيب يا أخوانا. المعجزة هقولها أنا بلغة باللغة الأكاديمية العلمية وهقولها لك بالراحة كده بعدين. المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي متحدى به، متحدى به لا يعارض. متحدى به، في عندي كلمتين، متحدى به ولا إيه؟ ولا يعارض. لكن هي حاجة عادية ولا حاجة خارقة للعادة؟ خارقة للعادة يعني إيه؟ مش معتادة. أحسنت، غير معتادة. حتى قالوا يا محمد إن كنت نبيا، شوف التحدي أهو، إن كنت نبيا فشق لنا القمر. بيعملوا في إيه دلوقتي؟ هم بيتحدوه. وانشقاق القمر عادة ولا خرق للعادة؟ خرق للعادة، لكن جاية في معرض الإيه؟ التحدي. إن كنت نبيا اعمل إيه؟ شق لنا القمر. فأشار النبي بأصبعه إلى القمر فكان في القطين. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حتى سألوا الركبان في البوادي، في الوادي، في الركبان اللي ماشيين في الصحراء بالليل، سألوهم هل رأيتم شيئا عجيبا في ليلة كذا؟ قالوا نعم، رأينا القمر قد انشق نصفين. يعني لم يسحر عيون الواقفين، إنما انشقاق إيه؟ حقيقي. المعجزة يا أخوانا فيها إيه؟ فيها تحدي. فيها يا جماعة؟ تحدي. أنت أخذ بالك من الذي حدث بين سيدنا موسى والصحراء ولا لا؟ إيه اللي حصل بين سيدنا موسى والصحراء قدام فرعون؟ عملوا إيه هم الأول؟ ألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هي إيه؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. تسعى سعي حقيقي ولا ده خيال أصاب عيون الحاضرين؟ الآن لماذا فعلوا هذا؟ تحدي لمين؟ لموسى. ما هو فرعون جمع السحرة والسحرة اجتمعوا وقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن. يبقى في ماتش هيشتغل أهو، في ماتش بيننا وبين مين؟ بيننا وبين موسى. فيها تحدي ولا ما فيهاش؟ فيها تحدي. فقام سيدنا موسى لما شاف العصيم، حتى عين موسى اتسحرت، حتى عينه عليه السلام حصل لها ايه؟ اتسحرت. فلما شاف الحبال والعصي بقت حيات تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف. لما ما قال له لم لا تخف وارمي العصاية اللي في ايدك، ومن العصاية اللي في ايده يا جماعة حصل لها ايه؟ تحولت إلى حية حقيقية. ولا سحر هو أعين الناس فرأوا العصا حية؟ حية حقيقية. دي تبقى اسمها ايه لسيدنا موسى؟ معجزة، لأنها جاءت في معرض الإيه؟ في معرض التحدي. هذا معنى المعجزة. المعجزة خارق للعادة يأتي في معرض الإيش؟ التحدي. ومعجزات رسول الله كم واحدة؟ النبي له نوعين من المعجزات بخلاف أي نبي آخر يا راجل، بخلاف أي رسول سبق. ما تصلوا عليه يا جماعة، هو أنا النهاردة جاي عشان نصلي على النبي كتير؟ لأن الكلام ده كله خاص بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خد بال حضرتك لو كم نوع من المعجزة. معجزة نوعين من المعجزات، معجزة رسالة ومعجزة رسول. أما معجزة الرسالة فالقرآن، القرآن الكريم معجزة إيه؟ رسالة. متحدى به ولا مش متحدى به؟ متحدى به. يبقى إيه؟ يبقى معجزة. هاتوا عشر صور. أم ربنا قال لا، كده كده مش هتقدروا على عشر صور. طب هاتوا إيه؟ سورة واحدة ما فيش فايدة ولا أي آية ولا أي حاجة. وسيبك طبعا من الهبل الذي ورد عن مين؟ عن مسيلم الكذاب اللي قال نزل علي قرآن، والكلام مش عايزين نكرره. لكن الآن القرآن متحدى به ولا لا؟ إذن القرآن إيه؟ معجزة، لأنه جاء في معرض التحدي. انشقاق القمر معجزة ولا لا؟ معجزة. ليه؟ لأنه جاء في معرض معجزة رسالة ومعجزة رسول. إيه بقى معجزة الرسالة؟ القرآن. ومعجزة الرسول الخوارق للعادة التي حدثت على يده ورآها أهل زمانه، مثل نبع الماء من بين الأصابع، مثل إيه؟ نبع الماء. ومثل
سماع تسبيح الحصى، صح احد يا سيدنا؟ الحصى كده كده بيسبح كده كده، فتسبيح الحصى ليس معجزة، لأن الحصى بطبيعة الحال بيحصل له ايه؟ بيسبح. أمال فين المعجزة؟ المعجزة في سماع تسبيح الحصى، في سماع تسبيح الحصى، صح ولا لا؟ طيب وبعدين قال لك المعجزات اللي ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى 1000 معجزة. المعجزة تكون في معرض التحدي، وهي على نوعين، معجزة رسول ومعجزة. طب الدلائل لما هي دي تبقى المعجزة، أمال الدلائل إيه؟ طبعا لا حصر لا، لكن يعني إيه دلائل؟ ليه الفرق بينها؟ طب الدلائل خوارق للعادات ولا مش خوارق للعادات؟ خوارق للعادات. طب إيه الفرق بينها وبين المعجزة؟ أنها تأتي في غير معرض التحدي، هو ده الفرق. تأتي فين؟ في غير إيه؟ معرض التحدي. تظليل الغمامة معجزة ولا دلائل؟ ها ردوا علي، معجزة ولا دلائل؟ إيه تظليل الغمامة ديت؟ كان يمشي وهو صغير فتأتي غمامة، إيه؟ هل تحداه أحد وقال الغمامة تظللك ولا لا؟ فتظليل الغمامة إيش؟ دلائل. انشقاق الصدر، شق الصدر له صلى الله عليه وسلم، تعرفون قصة شق الصدر ولا لا؟ ها؟ 5 مرات، أحسنت. شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير يافع في مرابع بني سعد بن بكر، هل هذا كان في معرض التحدي؟ لا، ده ما هو إلا إيه؟ دلائل. دلائل يعني شيء يدل على نبوته، والمعجزة أمر خارق للعادة يأتي في معرض التحدي. سيدنا النبي شق صدره كم مرة؟ 5 مرات، وكلها في معرض التحدي ولا لا؟ لا. إذن هي اسمها إيش؟ دلائل. يا طالبا نظم الفرائد في عقدي، مواطن شق فيها صدر لذي رشدي. لذي رشدي يعني للمين؟ صلى الله عليه وسلم. قول تاني. يا طالبا نظم الفرائد في عقدي، مواطن شق فيها صدر لذي رشدي، فأولى له التكريم فيها مؤكد لتطهيره من مضغة في بني سعدي، وثانية كانت له وهو يافع، وثالثة للمبعث الطيب الندي، ورابعة عند العروج لربه وذا باتفاق فاستمع يا أخ الرشد، وخامسة فيها خلاف تركتها لفقدان تصحيح لما عند ذوي النقد. يبقى كم واحدة دول؟ 5. بس ده في أبيات الشعر كده العلماء يعملوها في 2 شعر عشان انت ايه؟ ما تنسهاش. وفي الأزهر يعلموننا من حافظ المتون حاز الفنون، بس يحفظ الايه؟ صليت على النبي ولا انت مالك كده؟ ها، فارق بين المعجزة والدلائل ولا لا؟ ما تصلوا على الحبيب. طيب اعطني نماذج من دلائل النبوة. يا نهار أبيض، قال ابن القيم رحمه الله دلائل نبوته على قسمين، قسم معنوي وقسم حسي. يا سلام، اللهم صل عليه. ايوه، دلائل نبوه، ما تصلوا يا اخواننا على الحبيب. دلائل النبوه قد ايه؟ نوعين اتنين، قسم حسي وقسم. قالوا له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لهم اما القسم المعنوي فاخلاقه وسمته وتواضعه وكلامه وهيئته وشكله وجماله وخلقه وبدنه، كل هذا يدل على أنه نبي، فإن هذه ليست إلا أخلاق نبوة، كل أخلاقه دلائل نبوة. هل جاءت في معرض التحدي؟ لا. يبقى اسمها دلائل ولا معجزات؟ خارقة للعادة ولا دي كانت العادة في العرب؟ لا، دي ما كانتش العادة في العرب. أخلاق بأخلاق سيدنا محمد ما كانتش العادة في العرب. ما كان يسجد، كانوا يسجدون للأصنام ويأيدون البنات، كان بيعمل كده؟ لا، إنما أخلاقه خارقة للعادة. في واحد من قريش كان عنده صلى الله عليه وسلم يجي 20 سنة ولا حاجة، قال فأعطاه يعني وعده أن يلقاه في ضجنان، عند وادي ضجنان، حتى كده في مكة خارج مكة كده اسمها وادي إيه؟ ضجنان. قال فلما وعده أن يلقاه في يوم كذا ذهب النبي في الموعد، لأنه من أخلاقه أن يخلف الموعد ولا يفي بالوعد، راح في المعاد فنسي صاحبه موعده، فجلس النبي ينتظره في المكان 3 أيام صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم ده عادي؟ الشغل ده عادي؟
دي مش بتاعة اللامين دي. فبعد ثلاثة أيام عاد قال لصاحبه لقد أثقلت علي، إنما انتظرتك لأفي بوعدي لك ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم. يبقى دي يا جماعة دلائل حسية ولا معنوية؟ ما تردوا علي، دلائل معنوية. تعال بقى للدلائل الحسية عشان الوقت ما يضيعش، وأقول لك كده كم نموذج. برضو العلماء يقولون علم الغيب، علم الإيه؟ هذا علم استأثر الله به لنفسه ولا أعطاه أحدا من خلقه؟ أعطاه أحدا من خلقه؟ لا. الغيب على نوعين، غيب مطلق، غيب إيه؟ استأثر به لنفسه سبحانه وتعالى، يعني لا يعلم متى تقوم الساعة ولا سيدنا النبي ولا سيدنا النبي، ويعلم ما في الأرحام. مين يعلم ما في الأرحام؟ ولا اللي بيعملوا الصنار؟ ها؟ لا، بس اللي بيعملوا الصنار بقوا عارفين؟ لا يعرف، بمجرد بس ما يبقى عنده شهر ولا حاجة يروح يعمل الصنار تلاقيه ايه؟ ولد، أو تلاقيه ايه؟ بنت. يبقى عرف ولا ما عرفوش؟ ايه هي؟ الشيخ الشعراوي لما قالوا له ده بتوع الصنار بقوا يعرفوا ما في الأرحام، قال لهم لا، بتوع الصنار بيعلموا من في الأرحام لكن لا يعلموا ما في الأرحام. القرآن ما قالش من، القرآن قال إيه؟ ما. وما لغير العاقل إن هم يقدروا يعرفوا ذكر ولا أنثى، لكن لا يعرفوا عمره ولا رزقه ولا أجله ولا حيموت إمتى ولا حيعيش مين ولا حيتجوز مين. ما في الأرحام يعلمها مين دي؟ بتاعت ربنا. علم الغيب المطلق استأثر الله به لنفسه. علم غيبي نسبي أطلع الله عليه بعض خلقه. ومن دلائل النبوة أن الله أطلع رسوله على شيء من علوم الغيب. أطلع رسوله على إيه؟ شيء من علوم الغيب. يعني إيه؟ يجي حضرة النبي يقول سيحدث بعد كذا كذا، يوم يحصل إيه؟ يحصل زي ما قال. الله، مين اللي قال له؟ النبوة. دلائل الإيه يا جماعة؟ النبوة. والحديث اللي معانا من ده، أرأيتكم ليلتكم هذه، صح ولا لا؟ أرأيتكم ليلتكم هذه، قالوا أيوة أيوة عارفينها الليلة دي. قال لهم فإنه لا يبقى على رأس مئة عام لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. كيف ده بيتكلم؟ مش حاجة هتحصل بعد أسبوع ولا بعد سنة، ده بيتكلم على حاجة تحصل بعد إيه؟ بعد مئة سنة صلى الله عليه وسلم. لا يا أخوانا، ده تكلم عن أشياء ستحدث بعد ألف سنة ومئتي ألف سنة، وحدث كما قال، أو سيحدث كما قال. بعد ألف سنة، مرت الألف سنة ولا لا؟ مرت. لو عد مئة ألف سنة قال النبي يحدث شيء اسمه إيه؟ يحدث شيء اسمه علامات القيامة، وإنه نار تسوق الناس. هتحصل إمتى دي؟ في المستقبل. حصلت ولا لسه؟ لكن هتحصل ولا مش هتحصل؟ بالرغم من أنها من الغيب ولا من الشهادة، لكن من الذي أطلعها؟ أطلع الله رسوله عليها، الله سبحانه وتعالى. إذن يعني دلائل الحسية أن يخبر بشيء في المستقبل سيحدث، وهم يعمل إيه؟ يقوم يحصل. اديني بقى نماذج يا مولانا. حصل كتير ده ولا ما حصلش؟ كتير قوي. في القرآن الكريم أشهر ثلاث نماذج، أقول ولا تصلوا على الحبيب؟ أشهر إيه؟ كل نموذج له حكاية، كل نموذج إيه؟ له حكاية. نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، والمسلمون مستضعفون ويطاردون ويؤذون، صلى الله على الحبيب. فنزل على سيدنا النبي مطلع سورة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم فين؟ في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم في بضع سنين، لله الأمر من قبله. شوفوا يا أخوانا، الروم أهل كتاب، الروم إيه؟ أهل كتاب. وفارس مجوس، أهل عبدة الأوثان، عبدة النار. أهل مكة كانوا بيحبوا الفارس، فارس. والمسلمين بيحبوا مين؟ ليه؟ لأنهم أهل كتاب. طيب وليه دول بيحبوا المجوس؟ عبدة أوثان وعبدة النار. فلما نزلت الآية غلبت الروم فين؟ في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم. وخلي بالك يعني إيه أدنى الأرض؟ بعض المفسرين قالوا أوطى حتة في الأرض، والجيولوجيا أثبتت أنها أوطى حتة في الأرض، ومعرفش إيه، رأي من الآراء. لكن هناك رأي آخر،
هناك رأي آخر يقول غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في أقرب أرض إليكم يا معشر مكة، أدنى الأرض إليكم قريبة منكم، يعني في رأي كده ورأي يقول كده. لكن إيه اللي حصل أول ما نزلت الآية والمسلمون مستضعفون وكده؟ خرج أبو بكر الصديق يصرخ في مكة بصوت عالي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. مسك الآية ديت وقعد يطوف بالكعبة ويمشي في طرقات المدينة، عفوا في طرقات مكة، ويقول إيه؟ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله، أبو بكر يجزم جزما أن ما قاله النبي قرآنا يحدث ولا لا يحدث؟ فقمت لما عليه جماعة من القرشين الكفار، قالوا أنت بتقول إيه؟ قال لهم أهو القرآن نزل على سيدنا النبي. إيه يا أبو بكر؟ قال لهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فين؟ في بضع سنين. فقال له القوم كذبت وكذب محمدك. ما كذب سيدنا أبو بكر؟ قال إيه؟ والله ما كذب. خلي بالك، لو لم يقع وفق ما قال لدل هذا على صدق النبوة ولا دل على كذبه؟ لكن إذا وقع وفق ما قال كان هذا من دلائل الإيه؟ أول نموذج في القرآن وشهير جدا النموذج ده. أبو بكر ماشي قالوا له أنت كذاب ومحمد بتاعك ده كمان راخر كذاب. فقال لهم والله ما كذب صلى الله عليه وسلم. فقالوا له وإذا ستغلب الروم فارسا؟ قال لهم أيوة. قالوا له ألا نقيم بيننا وبينك رهانا؟ رهان تدفع كام وإحنا ندفع كام؟ ها الرواية بتقول قبل أن يحرم الرهان. خلي بالك الرهان بقى دلوقتي إيه؟ حرام، لكن أيامها ما كانش حرام. فراح أبو بكر قال لهم أيوة رهان ندفع عد كده وإحنا ندفع عد كده. فقال له هؤلاء القوم لكنك تقول في بضع سنين، والبضع من 3 لـ9، فاجعل لنا موعدا محددا. ايه من 3 لـ9؟ انت بتضحك علينا، انت القرآن بتاعك قول لنا ميعاد ايه محدد. فهم قال لهم خير الامور الوسط، بعد 6 سنين، لا 3 ولا بعد قد ايه؟ جابها منين 6 سنين دي سيدنا ابو بكر؟ منين جابها؟ منين؟ من عنده ولا الهام ولا حاجه. هو القرآن قال ايه؟ في بضع سنين. قال بعد 6 سنين؟ قال ولا ما قالش؟ لكن سيدنا ابو بكر الحميه والحب للقرآن والصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ربنا قال في بضع سنين يبقى فين؟ يبقى في النص وهتحصل ان شاء الله، ولا 3 ولا 9، يبقى كام؟ 6. فدفعوا الرهان يا مولانا وحطوه في بطن الكعبه، ومرت 6 سنوات ابو بكر بيعمل ايه؟ منتظر. والناس بتوع مكه بيعمل، لكن ابو بكر منتظر، عنده شك ولا ما عندوش؟ ما عندوش شك. بس الغلطه، انا اسف اقول رضي الله عن الصديق، الغلطه اللي وقع فيها سيدنا ابو بكر ايه؟ انه حدد، القران حدد، بس القران قال ايه؟ في بضع سنين، لكن ما قالش 6. لكن ابو بكر قال 6 ليه؟ يعني حميه وحماسه. عدت 6 سنوات ولم يغلب فارس الروم. اوبا فسقط في يد ابي بكر. ولكن شك ولا ما شكش؟ الله في سماء ما شك ولا لحظه. فلما مرت 6 سنوات ولم تغلب الروم فارسا، ماذا حدث؟ اخذت قريش رهان ابي بكر. بلغتنا النهارده طلعوا له لسانه، شفت يا عم اهو ما حصلش، اهو الرهان وقع اهو بعد كم سنه، وبقى الرهان قعد 6 سنين. اهو 6 سنين. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ده الايه بتقول، ده الايه بتقول. فقال يا ابا بكر ولكنها لم تقل 6 سنين، دي جبتها انت من عندك دي، ولازم ربنا يعمل ايه؟ فعدت 6 سنين، فما دخلت السنه 7 حتى غلبت الروم فارسا، 628 ميلادي. ما مرت ما دخلت السابعه، دوب عدت 6 ودخلت الايه؟ 7. حصل ايه في السنه 7 من نزول هذه الايه؟ غلبت الروم ايه؟ فارسا. فنادى ابو بكر في مكه، وكان هذا ايام الهجره، قيل ايام الهجره، وقيل حدثت ان الروم غلبت فارسا في يوم وقعت بدر. انتصار الروم على فارس كان في يوم غزوه ايه؟ في يوم غزوه بدر. فلما سمعوا انتصار الروم على فارس ولم تمر السنوات 9،
أسلم جمهرة من مكة بناء على هذه الآية، وقالوا والله ما نزل عليه القرآن إلا وهو صادق، وما هذا إلا من دلائل إيه؟ إلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن بص يا أخوانا، ربنا لا يحابي أحدا ولا يجامل أي حد، ولو كان أبو بكر الصديق، ولو كان أبو بكر الصديق. أنت جبت ستة منين؟ ما تقولش على الله ما لم يقوله. طب أبو بكر غلط، طب هو لما يغلط أبو بكر، هو أبو بكر معصوم رضي الله عنه؟ يعني ما المشكلة لما يخطئ رضي الله عنه؟ ليس معصوما، ولكن ليس خطأ أن يهز مكانته في الإسلام ومكانته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بص يا جماعة، وقع مثل ما أخبر النبي قرآنا ولا لم يقع؟ ده اسمه معجزة؟ لا، ما اسموش معجزة. ليه؟ لأنه لم يقع في معرض التحدي، إنما هكذا نزل القرآن. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع في بضع سنين. الغزوة أو الفوز من الروم على فارس كان في سنة إيه؟ في سنة وفي يوم وقعة بدر. حتى بدر هذه فيها دليل من دلائل النبوة، جاءت في القرآن الكريم: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فقال عمر: إحنا أشتات في الأرض، ده بيجري يستخبى هنا، وده خايف من جاره، وده خايف من قال له: انت بتقول ايه يا سيدنا النبي؟ اي جمع هذا الذي سيهزم؟ ده احنا انفار كده جريين، الاسلام ضعيف مستضعف والمسلمون مستضعفون. فنزلت الايه: سيهزم الجمع. قال له: انت بتقول ايه يا سيدنا النبي؟ جمع ايه اللي يهزم؟ اي جمع هذا؟ لكن القران ما دام نزل على قلبه، يبقى سيحدث ولا لن يحدث؟ في المستقبل ولا في الماضي؟ ما دام سيحدث في المستقبل، يبقى معجزه ولا دلائل نبوه؟ من الذي أطلع علم الغيب لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فجاء في غزوة بدر فتنحى النبي جانبا وأخذ يقول: اللهم نصرك الذي وعدت. وعدت فين؟ سيهزم الجمع. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. حتى قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، دعك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك إيه؟ ما وعدك. ما دام وعد بإيه؟ يبقى هيحصل. وانتصر المسلمون في غزوة في غزوة بدر. ده يا جماعة معجزة ولا دلائل نبوة؟ طب اسمع كده، دلائل نبوة. طب اسمع كده قول الحق سبحانه وتعالى، في يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق. ايه؟ لتدخلن، في المستقبل ولا في الماضي؟ مش كده؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، ايه؟ امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فراحوا وسافروا مع سيدنا النبي من المدينة لغاية لما وصلوا الحديبية. دخلوا المسجد الحرام ولا ما دخلوش؟ ما دخلوش، مع أن سيدنا ربنا قال لسيدنا إيه؟ لتدخلن المسجد الحرام. حتى قال عمر: ألسنا على الحق؟ أليس كما القصة التي معروفة في صلح الإيه؟ الحديبية. اسمعوا يا جماعة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. رجعوا يوم الحديبية ودخلوا مكة آمنين مقصرين ومحلقين في السنة التي بعدها، ودخلوا المسجد الحرام فاتحين بعد سنتين. بعد قد ايه؟ سنتين اتنين بس. خلي بالك، مع ان المعاهدة كانت كم سنة؟ 10 سنين، ومع ذلك دخلوا المسجد الحرام بعد قد ايه؟ بعد سنتين. سيدنا ابو بكر قال له: رأيت يا عمر، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ايه؟ آمنين. طب يا جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام ويعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا يحدث في آخر، بالله عليكم، سيحدث ولا لن يحدث؟ حدث بالفعل ولا لسه يحدث؟ إذن بما أن النبي قال هذا يسمى معجزة ولا دلائل النبوة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان يرجع زي التعبان كده ما يدخل جحره، فالإيمان يرجع كده يخش فين؟ المدينة المنورة. وبقية دول الإسلام لا إيمان فيها. حدث
سيحدث إن لم يكن حدث ماذا؟ هذه دلائل النبوة من نماذج القرآنية. تبصت كده دلائل النبوة من السنة النبوية اللي احنا بنقوله ده كله من السنة النبوية. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر. لا والله صلى الله عليه وسلم إنكم إيه؟ ستفتحون في المستقبل ولا في الماضي؟ الكلمة اللي قالها سيدنا النبي اتحققت بعد سيدنا النبي ب11 سنة في عهد عمر سنة 21 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي ب11 سنة. لكن هو قال إيه؟ ستفتحون مصر. لا ده مش كده وبس، نظر يوما إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها وقال يا فاطمة أنت أسرع أهل بيتي لحوقا بي. الكلام ده هيحصل فين؟ ماتت بعده بقد إيه؟ بستة أشهر صلى الله عليه وسلم. كان واقفا على جبلي على جبل أحد، فاهتز الجبل، فقال له إيه سيدنا النبي؟ أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق. الله، طب النبي عرفنا أن ده نبي، صديق ده أبو بكر صديق. طب مين يحكم على واحد هيموت بعد سنين، شهيد ولا مش شهيد؟ إلا إذا كان هذا من دلائل. شوف بقى الإمام البيهقي طلع لنا كتاب دلائل النبوة للبيهقي، ده تلاقي كده أن البيهقي قاعد يجمع في دلائل النبوة، يجمع في دلائل النبوة يعني عشرات بل مئات النماذج، منها النموذج ده. ومنها حكاية لطيفة جدا أحكيها لحضراتكم بعد ما تسمعوني الصلاة على الحبيب المصطفى. يقول كده سيدنا أنس بن مالك، سيدنا من؟ أنا دلوقتي أحكي لك نموذج آخر من دلائل الإيه؟ النبوة. ليه بحكي لك دلائل النبوة؟ عشان الحديث رقم كام؟ 116. فين سيدنا النبي أخبر بشيء يحدث متى؟ بعد كم سنة؟ حدث مثل ما قال؟ سأقول لك وجه الدلالة بعد قليل، لكن اسمع. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع عمر بن الخطاب في الصحراء. يبدو أنهم كانوا في عمرة، عائدون من عمرة، راجعون من سفرة في الصحراء، وكنا نتراءى القمر. الحديث ده في صحيح مسلم. وكنا نتراءى الايه؟ القمر. قال أنس بن مالك وكنت أحد القوم بصرا. يعني إيه كنت أحد القوم بصرا؟ أنا عيني 6/6، فأخذت أنظر إلى الأفق. طبعا في الصحراء، ولا في مرصد حلوان ولا في مرصد أي حتة تانية، ده بينهم للإيه؟ صحراء. قال فأخذت أنظر في الأفق وأقول يا أمير المؤمنين إني والله لا أراه، ألا تراه؟ يقول عمر لا والله لا أراه. يا أمير المؤمنين والله إني لأراه. يقول للحاضرين خلف عمر هل يراه أحدكم؟ يقولون لا والله لا نرى، لا يراه إلا من؟ إلا أنس. فقال عمر يا أنس لأستلقين على ظهري فربما أراه كما تراه. فسيدنا عمر عمل إيه؟ على السحر راح نايم على ظهره بص للسحر، خلاص أفق يا جماعة، هل تراه يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب لا والله يا أنس، ولكن أحدثك حديثا. يعني بقول لك إيه، ما تقعدش تحصر لي عن عيني، أنت راجل لسه صغير وشاب وعينك شديدة كده وحاجة حلوة، ولكني أحدثك حديثا. عمل إيه سيدنا عمر؟ غير الموضوع. ما أنت عمال تقول أنا شايفه، ما حدش شايفه إلا أنا وأنت مش شايف، أنت عايز تقول إن أنا عجزت يعني ولا إيه؟ طب أحدثك حديثا. مين اللي بيقول كده؟ سيدنا عمر بيقول لسيدنا مين؟ ولكني أحدثك. تدري يا أنس يوم بدر راح حكى له حكاية لطيفة جدا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأمس، من إيه؟ قبلها بيوم يعني، يمر في مكان الوقعة ويقول يا عمر هذا مصرع فلان، هذا إيه؟ ويحدد بعصاه موقعا على الأرض، الدائرة دي هيموت فيها أبي بن خلف، هذا مصرع أبي جهل، ويعمل له حد على الأرض كده. الكلام ده قبل الإيه؟ قبل المعركة. تدري يا أنس يا أخوانا سمع الكلام ده افتكر الأمر ولا نسيه؟ خلاص بقى، إيه اللي بيقوله عمر ده؟ أيوة. بعدين قال له يحدد حدا يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال فلما جاء الغدو ونشبت المعركة فوالله يا أنس ما تجاوز أحدهم حده الذي حده له النبي، ما تجاوز أحدهم حده الذي إيه؟ حده له النبي. دي معجزة؟ لا، دي اسمها ايه؟ ليه؟ لأنها لم تأتي في معرض الايه؟
أن التحدي. كل هذه نماذج من دلائل النبوة، وهناك نماذج كثيرة جدا. تعرفوا سيدنا عمير بن وهب، عمير بن وهب ده في غزوة بدر برضو ابنه وقع أسير في المعركة. أم عمير بن وهب قعد مع صفوان بن أمية عند الكعبة، وابنه أسير فين؟ في مكة، في المدينة، وهم قاعدين عند الكعبة. فهم قال عمير بن وهب: لولا دين علي وعيال، لولا الفلوس والدين اللي علي ولولا عيالي، لا أخرجن الآن إلى المدينة فلأقتلن محمدا وتنتهي المشكلة وخلاص. وحد كان قاعد معهم؟ هم الاثنين بس. فقال صفوان بن أمية: يا عمير، عيالك عيالي ودينك ديني، فاخرج الآن إليه فاقتله وأنا أسد عنك دينك واكتم عنا ما اتفقنا عليه. مين سمعهم؟ ولا حد. قاعدين هما الاثنين فين؟ عند ظل الكعبة. فخرج عمير بن وهب، ركب الحصان بتاعه وراح طالع على فين؟ على المدينة، والسلاح ومش عارف ايه. عمر بن الخطاب واقف قدام بيت سيدنا النبي كده قدام الجامع، فالتفت فلقى عمير بن وهب جاي وشايل سيفه في جنبه بتاع. فقال عمر بن الخطاب: انتبهوا، فهذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا يريد شرا، ما جاء إلا. انتوا واخدين بالكم المشهد ولا لا؟ هو كان اتفق مع مين؟ مع صفوان. حد شافهم؟ لا. أول ما وصل كده عند باب المسجد، فقام سيدنا عمر جاب دراعه ورا ظهره كده. والله جاب دراعه كده ورا ظهره وقال له: ماذا جئت؟ قال: أريد محمدا. راح داخل بيه على سيدنا النبي وإيه؟ دراعه ورا ظهره. عمر خايف على مين؟ على سيدنا النبي. فقال رسول الله: دعه يا عمر، إيه؟ سبهولي. بص بقى دلائل النبوة بقى تيجي إزاي بقى. ده اسمه دلائل يا أخوانا. سبهولي. سابه سيدنا عمر، بس واقف حذر ولا واقف حذر يخشى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: يا عمير، اصدقني القول، قول يا دنت الحقيقة، يا قول الايه، اصدقني القول، ماذا جاء بك؟ هو لما شاف حضرة النبي والمهابة والجلال قال له: جئت أطلب فكاك الأسير. فكاك الايه؟ ايه الأسير؟ ابنه واقع ايه؟ عايز تفك لي الأسير بتاعي. فقال النبي: يا عمير، اصدقني القول، قول الايه؟ الحقيقة. قال: جئت أريد فكاك الأسير. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة برضك. محاضرة النبي يقول له ايه؟ اصدقني القول، ماذا جاء بك؟ فقال عمير: جئت أريد فكاك الأسير. فقال النبي: ولماذا هذا السيف معك؟ ما دام انت جاي تريد سلام وعايز الأسير، ما اللي جايب السلاح معك ليه؟ فقال: يا محمد، قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر؟ ما كانت معانا أسلحة. بيعمل ايه هو؟ بيمشي كلامه كده عشان ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني القول. قال: جئت أريد فكاك الأسير. قال: كذبت، بل جلست مع صفوان بن أمية، والله يا أخوانا، في ظل الكعبة، وقلت: لولا دين علي وعيال لذهبت إلى محمد فقتلته، والله يعصمني منك. فقال لك صفوان: دينك ديني وعيالك عيالي. وقال لك: اكتم عني ما اتفقنا عليه، ما هتقولش الحد. فألقى عمير السلاح على الأرض وقال: والله ما كان معنا من أحد، ولا يعرف هذا إلا نبي، وأشهد أنك رسول الله. أسلم ولا لا؟ بإيه يا أخوانا؟ بدلائل النبوة. فضل نقطتين عايز أقولهم بعد الأذان. أذن يا مولانا. هي وجه الدلالة في الحديث ده إيه؟ بعد الأذان، وبعدين ناخد الرسالة الأخيرة. ما تصلوا على النبي كده. فما زلنا مع حديث دلائل النبوة. هذا الحديث رقم 116 من أحاديث صحيح الإيه؟ البخاري. هو إيه اللي حصل في السمري في العلم؟ أن النبي صلى بهم العشاء، وبعدين نظر إليهم وقام وقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه على رأس 100 عام لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها اليوم إيه؟ أحد. إيه الحكاية دي؟ هذا معجز ولا من دلائل النبوة؟ إيه بقى وجه الدلالة هنا؟ شوف يا أخوانا، الكلام ده كان سنة 110. سنة كم؟ لا، سنة 10، مش 110، سنة كم؟ 10 من الهجرة. 10 من الهجرة، تمام؟ بعد 100 سنة بالضبط آخر صحابي مات. بعد قد إيه؟ 100 سنة. آخر صحابي من أصحاب سيدنا النبي على الإطلاق اسمه إيه؟ لا، ليس أنس. مين اللي بيقول أنس؟ لا، ليس أنس. الله نور الكشاف.
اسمه ايه يا اخوان؟ طب سامعني، ما انا هقول الحته دي لازم اقولها. طيب اسمه ايه بقى؟ اخر صحابي مات من اخر صحابي مات من اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات سنه كام؟ 110. ليه 110؟ بعد كام سنه من الكلام دوت؟ بعد 100 سنه. يبقى ده دلائل نبوه ولا اعجاز؟ دلائل النبوه. الصحابي سبحان الله، الصحابي إذن بعد 100 عام مات مين يا مشايخ؟ آخر صحابي من أصحاب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مين هو بقى آخر صحابي؟ اكتب الاسم ده وما تنساهوش تاني. آخر صحابي مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 110 اسمه أبو الطفيل عامر بن واثلة. اسمه إيه؟ أنا أقول تاني يا عم احنا ورانا حاجة. اسمه إيه؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة. أبو الطفيل عامر بن واثلة ولد في يوم غزوة أحد، رأى من النبي من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات بس، ثم عاش إلى سنة 100 من الهجرة. يبقى كان عمره قد إيه؟ كم؟ الله ينور عليك، 92 سنة. آخر واحد مات. لذلك أبو الطفيل ده كان يقول إيه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، وما بقي على ظهر الأرض أحد رآه غيري. آخر واحد أنا شفت النبي، ما فيش حد على ظهر الأرض دي كلها شاف النبي إلا مين؟ اللي شافوا النبي كلهم راحوا فين؟ إلا مين؟ إلا أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي على ظهر الأرض أحد رآه غيري. فقال له الجريري، هل رأيت الجريري هذا من التابعين، هل رأيت رسول الله؟ قل نعم رأيت رسول الله وما بقي على ظهر الأرض أحد رآه غير. قال له صفه لي. اعمل ايه؟ صفه لي. فقال أبو الطفيل عامر بن واثلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا. أبيض مليح مقصدا يعني ايه؟ يعني ليس فيه مبالغة في أي شيء، وسط في كل شيء، حتى جسمه كان ايه؟ كان وسطا صلى الله عليه وسلم. قال له واحد من التابعين يا أبا الطفيل حقيقي حقيقي أنت شفت سيدنا النبي؟ ما هو سيدنا النبي مر على وفاته قد إيه؟ 100 سنة. أنت عايش لغد الوقت، أنت شفت سيدنا النبي فعلا؟ قال له طب اقعد، طب أحكي لك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. فين يا أخوانا؟ بالجعرانة يقسم لحما، يقسم لحما. قال له بعدين؟ قال له أنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، يعني غلام شديد وناصح وفاهم أشيل رجل الجمل، عضو الإيه؟ البعير، رجل الدال الجمل ولا حاجة من أعضاء. 6 سنين ولا 7 سنين كان يقسم إيه؟ لحماً. قال إذ جاءته امرأة بدوية. ده كان عنده كم سنة هو بيوصف كده؟ 6 سنين 7 سنين بالكثير قوي. فجاءته امرأة بدوية ففرد لها رداءه وأجلسها صلى الله عليه وسلم. يعني رأى متمكناً وفاكر ولا مش فاكر؟ رأى متمكناً وفاكر وبيوصف الواقع بالضبط. ففرد لها النبي إيه؟ رداءه. يعني إيه امرأة بدوية؟ يعني من البدو، تعيش في البادية يعني في الصحراء. ففرد لها النبي رداءه وأجلسها. فقلت من هذه؟ ولما فعل معها هذا؟ يعني أكرمها، من هذه؟ فقالوا لي يا أبا الطفيل هذه أمه التي أرضعته صلى الله عليه وسلم. هذه إيه؟ يعني شوف فاكر، شاف النبي بقى ولا ما شافش؟ مات سنة كام؟ 110. فقالوا وفاة أبي الطفيل عامر بن واثلة من دلائل نبوة سيدنا محمد، لأن سيدنا النبي قال الجيل اللي عايش النهاردة بعد 100 سنة يحصل له إيه؟ هيموت كله. مفضل آخر واحد مات على رأس 100 عام كما قال رسول الله بالضبط صلى الله عليه وسلم. حتى أن عبد الله بن عباس لما اشتهر عن أبي الطفيل أنه رأى النبي، رأى النبي كان لسه عبد الله بن عباس عايش، قال له تعالى يا أبا الطفيل هل رأيت رسول الله؟ قال نعم رأيته عند الصفا وحوله أناس لا أعدهم. فقال ابن عباس لقد صدقت، فما كانوا يتركونه صلى الله عليه وسلم أبدا. آخر سنة مات فيها مات اسمه إيه يا أخوانا؟ أبو الطفيل عامر بن إيه؟ هذا آخر من مات من الصحابة على الإيه؟ على الإطلاق. طب سؤال، سؤال عشان نقوم نصلي. طيب مين آخر صحابي مات في مصر؟ ما هو مصر دي جالها صحابة ولا ما جالهاش؟ ها؟ كتير قوي. الإمام السيوطي عمل كتاب اسمه در السحابة في من نزل مصر من الصحابة، في من نزل مصر، وراح جاي بيجي 5000 صحابي، أكتر من 5000. آخر واحد مات من الصحابة في مصر اسمه إيه؟ ومات في بلد تسمى صفت تراب.
صفت ايه؟ من اعمال محافظه الاليوبيه. اسمه ايه الصحابي ده؟ اسمه مدفون فيها ومعروف مكانه حتى الان. اه والله. اسمه ايه بقى الراجل ده؟ اسمه عبد الله بن جزع التميمي. اخر واحد مات من الصحابه فين؟ في مصر. اخر واحد مات من الصحابه في الكوفه في العراق انس بن مالك. اخر واحد مات من الصحابه على الاطلاق مين؟ على الاطلاق خالص خالص اخر واحد مات مين؟ مين؟ ابو الطفيل عامر بن واثله. مات فين؟ فين؟ في مكه سنه كام؟ سنه 100 من الهجره. وكان يحب سيدنا عليا ويناصره، فدخل على معاويه يوما ابن ابي سفيان فقال له معاويه: يا ابا الطفيل، ما حزنك على ابي الحسن؟ على ابو الحسن يعني على مين؟ سيدنا علي. ما حزنك على ابي الحسن؟ فقال: يا امير المؤمنين، ثكلي على ابي الحسن كحزن ام موسى على موسى. الله، ده انا بحبه قوي، واسال الله ان يجبر تقصيري، واسال الله ان يجبر ايه؟ ابو الطفيل عامر بن واثله دليل من دلائل صدق نبوه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل الذي ذكرناه الليله ايها الاحباب في باب السمر فين؟ في العلم. الرساله، مش لازم نقول الرساله، نسيته ولا ايه؟ النقطه الخامسه ايه؟ الرساله. صلوا على النبي يا اخوانا. الجيل ينقرض في 100 عام ولا يبقى واحد من الجيل في بحر 100 عام. هذه رسالة. الرسالة الأوضح يا سادة: نحن أمة أعمارها قصيرة. عارف حضرة النبي الرسالة اللي قالها لهم في هذا السمر إيه؟ أنا هموت بعد 30 يوم، واوعى حد منكم يفتكر إنه هيعيش كتير، ده حد الجيل كله قد إيه؟ 100 سنة. يعني يا جماعة، نحن أمة أعمارها طويلة ولا أعمارها قصيرة؟ كأنه وعظهم فقال: عمروا أعماركم بالقراءة والذكر والعبادة والطاعة، فنحن أمة أعمارها. هو وعظهم ولا أثمر معهم؟ لأن الموعظة تكون إيه؟ على القلوب. إنما بص الرسالة: عمروا أعمالكم بالطاعة والذكر، فإننا أمة أعمارها إيه؟ عرفت منين ان هو عايز يقول لهم اننا امه اعمارها قصيره؟ انه يا جماعه بعد 100 سنة ما حدش هيفضل، يعني لا يؤملن احدكم ان يحيا بعدي فوق الايه؟ فوق 100 عام. وبالضبط كما قال: ومات ابو الطفيل عامر بن واثله. ما هي الرساله اذن يا ساده بعد كل هذا الدرس؟ هذه رساله لاصحاب النبي الذين عاصروه وحضروا الموقف، ولا رساله للمسلمين الى يوم القيامه؟ إذا لا تخرجن من درس الليلة إلا برسالة واضحة، وهي: عمر عمرك بالطاعة والذكر، فنحن أمة أعمارها قصيرة، فقد يفاجئنا الموت بين لحظة وأخرى. فإذا مات الإنسان يموت إن شاء الله على إيه؟ على طاعة. هذه الرسالة، وأرسلها إليهم في سمر ولا في موعظة؟ في الأسبوع القادم ولا في الدرس القادم إن شاء الله نواصل قراءتنا أحاديث صحيح البخاري لنتعلم منها السيرة والعلم والدين. نسأل الله تعالى أن يعمر أعمارنا بالذكر والطاعة. اللهم عمر أعمارنا بالذكر والطاعة، وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين.